وتهي داود يا الكسور ده وهذا مركز البرنامج كني سومالي لان ما انت اوعن اني كبل انقادنا انه نقول دور البرنامج ادو حيسا بدن نسيب وانا وحا خد كتلافك انه وجرا مجاهد محمد كاهين او اه قدومي كحكيك كواد حزب غراميتك كلمية مجاهد كو حكم ذها شنتي سركال اي او سري سومالي لان اس ان ام كبيري اسلام مركز انا هلقن كي ادكو قرارا كقيب قاطي مجاهد كو كسوغان مجالة هرقيسا ايا وحاج الله بل ان انك ورستا الرماها انو برنامج كنا هردع وقدقني مرك ورا وحنا لي مجاهد محمد كاهين وادنا مغلي سبع رجينا يا مجاهد واحد أكتر هاي إن مدحوناها سومالي لان إيه وفد بلارن وهجامنا يا أكو سوقيه هن قبل هذا بريج سومالي لان بل إنتان نقولين برنامج كإن قيبت حزبية ذا إيه كل ما أهلك أكو يشان بل هرت ف بل واحد نجا ورا نتا السفر كان مدحونه كم رأي بريج سومالي لان إيه دريك الشعب كا بسم الله الرحمن الرحيم أهد بادو ما أنتم تحي هذه اليوم أحاوكو لهذا بعد الصحافة أكو تقعي مساء تلفزيون كقرن كان أي سويلن أهدي أدنان لكم أهد نقيا قرن كان مكرمت هي ورأيس قال الله دما إذا أتكو أرقمتو ده مدحوينه وحبوش رائم سفر وكوشوغو قبل الله دلك ساحل يا تغدر يا صال يا قبل كعينة ما يا قبل كسناك انت هسو شعودان كيسوك كوبي هيا وصاوة دمري وانا شعودان لدي عادة هاي دم دحوينه وهدي يسير قبل هذا وقصة عمرا سوى انت بدن دمع كور قلايا هل في سناء ايتهاي شيء يفقده مدحلك هيا انت با inay ogaadaan hawlaha waxaan ku dhahdaayay gobolada sida uga socdaan maamulka iyo waxaan ku dhahdaayay nidaamyada dawladeed ee halka ka jira oo safarro hore oo fara badan ayuu gobolada ku soo maray waana gobolada intii ugu fogeyd ee dalka Sool iyo Sanaag aan ku dhahdaayay oo ka saaray intaa madaxweynuhu si gaar ah waxa uu u sii eegayay gobolada maxaa ku dhahdaayay Sool iyo Sanaag oo uu sii eegayay oo mashaariic fara badan gobolka Sool oo kuwii ka soo furay qaarna ka soo kor ab la soo dhex dhigay waxa kale oo aad ugu muhiimsan wadada isku xidhiidhisa gobolka Togdheer magaalada Burco iyo magaalada Aregaabo oo ay noognahay wadadaas horena in fara badan looga hadlay wadadaasi inta ay leegtahay leerkeeda iyo dhibaatooyinka maxaan ku dhahdaayay gobolka ka jiray ayuu madaxweynuhu soo eegayay imika إن مجاهد محمد كاهين إن وحن لصق أن رنتي دبيل با لنا على عيسى ورئيس كان ورد عيا رنتي خدك تلافا كانوا حرتين إن إنه هجاجو إن ش محمد واحد أكتر هاي إن حزب يلا معارض كسومال لأن أي دوان أي شركة يشان مجال ده هرجيسا قطبي كسو صارين جود أهان محاضو أركت شركة يوحي كسو بحي أنت حزب يلا معارض كأب حلق وره ذا يعني وأنا بشرب هرجيسا كل يشان muddana maxaan ku dhahdaayay shirka waa ay wadeen markii hore waxay dhahdeen aan kushe ayagta tashi ayaanu maxaan ku dhahdaayay samaynaynaa shirka ayagta tashi waxay u gudbiyeen maxaan ku dhahdaayay maxkamadda ayay u gudbiyeen oo ayaan hore waa kuwii shirka qabtay waa kuwii yidhi shir ayagta tashi ba samaynaynaa maxkamadda marka arrintaa markii loo gudbiyey maxkamaddu qaraar la wada ujihayo saxaafadda ku aragteen baa laga soo saaray sidee marka ugu horeysa Soomaaliya
كان وسوق بقى تشير فربضان إلى أي شركة شديدة تونكي مي كون يشغل بكل قوية سجاشن كيلو قطيل هذا برعة يقول صار لقشدي حرية السومالي الآن ما يقدر الله أنا لا توها شركة لوجود ديارية يدي بدل لوجو عصي لوجو كان كون هذا يسوع شري على هذه تلسكي كل دي تلسكا ها دلك السومالي السوم عمري شري ودل الله تك السندود يسعيده ودلك كريتي يا لوجو صاف شري دم ده والله صعب قادم شرر بدن وشرر بدل بلديو يا السوشي مي نا واتي نظام كأحزان تبضن مركي لفري أي الدستور كخرج وحورنا يا مركي نظام كأحزان تبضن لفره واحد ذلك كذا ما أنا يا عندي بلاقو نقول إن نظام كيشر بلدي هذا يرفي يدي يدخل ندي لقو استعمال شوي محكمة أنا كاي إذا الدستور تورع إذا واتي قرار كسر صارتي شركة قرن قرن قدام مركا واحد دستور كوحل ساري حياة قرن بوحل ساري واحد لسمية دولة قرن كالسومالي لان جدا انهم نهي عالم كوردن دولة ورباك كوردن هاي صدح دردار بوكا كوبا صدح دردار دردار ردو دواء درقة محان قدام كاللغو كاريا و صدح در ركوني نفسك الدوشة لغا سارو صدح در ركوني دولة دين اما دردار دولة دين وقولها الشرق انتشمت oo ka kooban golaha guurtiga iyo golaha wakiilada oo isku hal golaha baarlamaan la isku yiraahdo iyo golaha fulinta oo madaxweynuhu uu madax ka yahay oo maxankooda hadhay golaha xukuumadda ah iyo golaha garsoorka saddexdaasaas dabadeed waxa isku noqdaan dowladda sida aad u taqaaniin dabadeedna waxa dib u gaamiya maxankooda hadhay state president ka madaxweynaha qaranka ayaa ayaa hoggaamiya shir waxaa qaban kara marka ooba isugu yeeri kara maxaa ku dhahday madaxweynaha waxaa hoggaamin kara golayaasha qaranka ee dastuurku uu jibeeyey annagu haddaanu nahay xisbiyada qaranka waxaanu leenahay shirarka ku xusan dastuurkeeda oo ay ka mid yihiin shirweynaha ay ka mid yihiin shirka golaha dhexe ay ka mid yihiin kuwa maxaa ku dhahday guddiga fulanta iyo shirar kale oo isla xusbiga gudihiisa haddii la qabanayo waynu ogeynaa iminka door hore oo iminka muddo aanaad u dheereyn laga joogin maxaa ku dhahday xisbiyada qaarkood wadan iyo kale wuxuu halkan intay caasimada ku qabtay shirka dhallinyarada reer somaliland somaliland oo dhan bay ku kooban yihiin dowladda uma diidana kuwaas oo kale daliiska iyo dee markaa u baahdaan wasaaradda daakhiligu gacan bay ka siiyaan xisbiyada oo waxay qaar u daraan maxaa ku dhahday ciidan tulisaba u diraan oo nidaamka u ilaaliya xisbiyadu mucaaradka jira ama xulsi ha sameeyaan ama xaalad markaa taagan ha ka hadlayaan sida doorashada oo kale sida maxaa waa ku maqlayna maxaa waxaad moodaa khadku inay naga go'go'ayo in waxaan jeclaan lahaa inaan u soo degno su'aasha in macnaha aan ujeedadu ahayd wixii ka soo baxay shirka ay qabteen in mujaahid maxamed maxaad u aragtaa ay waan u soo degayaa kuwaasna way qabsan karaan oo sharciyadu uma diidana marka ugu horeysa xisbiyadu shirkoodii waxay ku khilaafeen dastuurka iyo curfiga maxaan ku irahday qaranka u yaalo dhan oo waxay yidhaahdeen kow golaha guurtida waxaanu aragnaa sharci darro qaankiisiina waxaanu aragnaa sharci darro oo waa mid waa tahay waa laba waxay soo jeediyeen oo kale qodobaanu hore usoo gaadhnay oo aan isleeyahay wax kale oo ay xujo ka dhigaan bay waayeenoo waxay leeyihiin madaxweynuhu waa inuu ogolaadaa maxaan ku irahdaa qaraarkii xisbiyada horta marka ugu horeysa qaraarka xisbiyada gogasha xisbiyada loo dhigay iyo wadahadalka saddexda xisbi cidda hal abuurtay waxa weeye waa xisbiga kulmiye waa madaxweynaha waa madaxweyne ku-xigeenka waxaa noo go-aaminaya madaxweyne ku-xigeenka oo xukuumadda iyo madaxweynuhu loo yidmaday inuu shirka gogasha uu maxaan ku irahdaa maamulo dan qaranna waanu arkaynay hase ahaatee annagu xisbiyada markii aanu qaraarkan isla gaadhnay
وحجري لغو ري قرار كي مخان كورا داي قوان كي قولا قورتغا ومدكورنين تكو سبيي مدكورنو حيالا يندرها داو حكم إذن مدكورنين تقولان قو سبيي قولا قولا قورتغو وحيل حيلات كي بمانا يي قولا بارلمان كا إيو مخان كورا داي بدحوينا يي بدحوينا كفيين صدح دابا انت هو وكلمي مدخلت كودي مدد عبرتنا قرارت كسو بحي قدوميهم قولها بارلمانكا يحسن يسو حايلين قدوميها بارلمانكا كورنتي سنوة شرع كورنتي مدحوينة يمدحوينة كورنتي كنا شرع ماهو عندكم مركا وحان نورا وحضيني مدحوينة هو الشاقي مدحوينة كورنتي هو الشاقي قد بي ودا حضر كبحانكو لا داي حسبية دا لك شيء او مدحوين كوريانكو مدحنا ضوها دوليا حسبية حانكو لا داي انيقا وزيرك الداخلية حكاياها قود قد دوليا كوريانكو قراء وكيلة دا انكيها لاي مدحوين وكاب لاي ايانكو دو تمر وكاب لاي وحنا وحوية وقوان قولة دستوري وصوصاي وحنا وحوية وحول إس أفترد أما يسيس أي حسبية دوصاص عرام أرنك الدورشة هي أرنك مدخلاتكو وحاحدد أي أم الدين هي وقوانكس ودلس عريه قولها قورتك إيقو ويبال مرام قولها قورت بروحينا دين شرع ماهن أنك حسبية دوصاص عرام قضب كالساقالات الدستور في خارج السودان الآن أي أكدها إلى الحسبية قريبهم طبعا هذه الحسبية الديدان الدستور في خارج الحسبية المدودة أيها علامة السؤال ساريا محانو أنك كنا أحساب قرن الدستور كأولنغو أولنغو السيحيي مركا وحيرتها أحسابتو حدي حير دلك كسابحي أما الدؤان دستوري أو قولك صباحي هذي حسبيادو السيدة أهدان ولا الدستور كاسي وحبا كتبا وابا يدعي كارتا مرارك قانكود حق بي وحي قوليين إني محكمة الدستوري حانكونا هاي القرآن وإذا كان حيركا وحان نتعال هاي محكمة الدستوري مسؤولي بانوارك نايا قرارك صصارت وقدم بيتي إن مجاهد محمد كاهين قضب كان أي ليهين أي كوهن شبين إن أي باشا عالم كاي وبان لقيان الرنكو دا قضب كان محادة دقوا واركتا يا حزبي أهان با وردو حوالي حزبي أهان يعني هو حال واركنا وشد عالم كو وحوالي والدولة دا إما كاي عرب كاد يشار ولا دعان والدولة دا الرير قلبات كا وصومان اللان كلاقا يبقى باتا محان كورا داي برنامج الديوان قلنت محبه جلسة دورة صدى هي برنامج الدورة صدى هي برنامج شهر ومارينات وحاج من العدق على خلال والملكة قورة سوء وحا بلسده وشيغية ساحي بدينا اي اوجيهين ان حلقان اللي مانت تشغنا اما حلقان حكومة مدحوينة احمد محمد محمود ومدح دكية هاي اي سومان الان معمول اي سو اي اوجو بابانت هاي wada shaqaynta iyo kaalmada dhaqaalaha ee dalalka qaran bixiyayaashii ay Soomaaliland siiyaan mashruuc fara badan ayaa ka socota oo telefishanka ila hadda ka aragtaan dalalka ee gobolada dalka oo dhan oo inta badan mucaawimooyin ay iyagu maxan ku raadahay ay qaran bixiyayaashu bixiyaan ay ka mid tahay hase ahaatee qodobkan waxa aan islaahay لماذا حسب المعارض وحا يوجد شيء دارو اي اسليهين او قرن كان الجزك انت لك اي اوغو سمين ايان او اي مرور باق برشده ليهين دولة لا قارا بحيياش انا وحا ان ليهين محاولة دي سمين لانو انو تشوتين انا كاسي وحسبيو دلك الدولة ايني برنطة مامولان حدي اي تلدو دي ارنتو دم نقطي دولة دا سومالي لاندو اعتراف المايض وطلو قدي مانت اللي اعتراف الجناية اللي اعترافي بسخارك السومالي لاندو اللي اعترافي حدي محنكو دا اي ليش اللي قول اهدو السومالي لاندو حاولة دا كرلو قادة دا احمد محمد بحبوت شيلايا بقالا كرلو قادة بسخارك السومالي لاندو كرلو قادة انا وحيالات هاي وعرين سياسيا ما سيدي دا ما محنكو دا اي أنا كفي عنين
حسب قرن إنه هذه الجيب بلك كل هذا معاونين كيوا اللي نجتوتي وذا شغلين كيوا اللي نجتوتي ولا بأسها سلاح هاي أي هو كل يرى روحيان إلا إسرائيل الدولة اللي نجع نروجي وقالوا غيدة ما ننتي دوتو قرار كود وحوها شروطها النوع عاسة هدي أهل بسرين دولة دا وحن أرانينا نجسو قاداي أنكون هذا يوان مشي سناه، بس معناه دو حويه، لما تجيء بالكوي بربرتي، ترى نودي بالكوي بربرتي، شد الصورة اللي ليا، أكله، كله نقصو قارع عنا معمولا، هدي على سعودي شركوا دي شرايين، الدنيا أسرع وطري، أوقف الدنيا كلها وكيلة، حكومة، قارعوا وتواجيتي وكسيلة يأكلوا تيتي. مشار بو خاتا مدحوينه مشار بو خاتا مدحوينه قوق معمولا إساقونا قوق معمولا شرع الدكتنين بسرق ويقدر ليهين حكومة الشمال الآن وأسد حدر لن أغو براتخول كثيرايا ومدحوينه وقدوميه وكيلده وقدوميه محانكو نهداي قرع محانكو نهداي قرتي ده قرتي ده وحصر على قدوميه محكمة در وحوالي سيدة حمر سيد الدولة حمر الدولة الصومالية لأن هؤلاء جزتهم مين مسلم بكرنا مين لا يسكوك إن ما كوبي كرا مين لا يسكوك إن كي بربر لين لين لا يسكوك إن بربر بيجي كرا يا كي مين لا ينقوه ده صومالي كرا بركة واحد يرتعي وجدد واحد حمر الله كلا نقوله مين حسن شر محمود وكلوا محمود نبي المستقل وإلا معمول دور شوي كما يجوا أي معمولان حكومة ما يجوا معمولان ميزانية ما يجوا معمولان أي فلا يبغى تجلين حسين المعارفي أنا وحنا نقول عليه أنا كمين نجعلين كانت كياسي عندي وجراء قبطان يعني ما دور شنا حسن الكلمية وقال كيسا هي مدحوينها انتركوا محمد كاهن وحين أقنا هاي إنا حزبية ذا معارضكم مرول بأي كسر ريحان أو أي رهضان لنا حكومة ذا يحزبك كل مية أي كعجة شيء ذي دور شوين أي سمالن أي كذا عن أرن كان بالكورة حزب أهاني حكومة ذا هامبا. الحقيقة ذلك أرني وحكيت رن معه حزبك كل مية ما نقول هذا هي حكومة ذا لما تبغى وهاي ديار ويجين إن أي دور شرط بعض. إني حلقة جدا عظم الديار بي وخاي حدق حلقة كوريشن كو دور شد بقرصة إني عظم الديار بي ويكي وهم حانكو له داي أرنتاس عبدين تقوه إني وحوي هذا هدا يعني يتير الله سعود كان وزارة الداخل قوح إمك أي دلك كوطا تراكم كم حانكو له داي موادنين وغيب كان عظم الدور شد إنه وقفك سومالي لاندي وحضارنا يا ويهاي موادن هاي سبقات كيسي دواشرة أرن كاسي وحي لسي منتهاي أرين تدور الشدة يوان جلين تقض بحياش قانا بحياش يدولدان هاي مجمع مجمع عوية أرين تدور الشدة موادن كا شلن كما يبحن قانا كيادا وحبطو مالا توش وحاو بحي الدولد السومالي لان باو بحي وانا ملكي وقوه الرئيسي الدولد السومال قانا انتهال لك اي بحن وتمانين مليون دولار وأسيت عشان في سطح سواسة ورسان كرتان وزير كبحان كل هذا داخله وحكرا تاس كم بدا الشرعية دي اللي خلي إن درسها على مخفته ماذا هو يروح دي حير كدي وانجلنت بيش أقص بلو بيدي لما دي كوني أفريت تلقي قدوميها بعد ما كوه دي بقصو عليه ماذا هو يها بشي ديسمبر لما دي كل أفريت لكي حلق دي دورة شدو ديوان قلنتو حلق الوقت بتاعي دمانيس أغسط سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر انت عيسك حيثي وحسب المعارض أنا قدوميك ودونا أنا ينو يدحضو دورة شدو وحبساتي تاسات ديوان قلنتي لحبساتي وعندوك المطبيلة دي قرار نوصف من دقني وحتيه لسان محنكو لهداي وفساجدة تيه لسان حدد هاد النسوي التسان يدو دوكومنتي لبانو يدين إذن صبر بكينا مركا دينا حكومة واخد ديار يحزبك كل مية اللي بضبع دينا حكومة دينا واخد ديار دينا حزبك أنا واخد ديار إن دور شده وقت ديار دي لقفتها أنا ندير بانون وقدام بنتي مجاهد محمد كاين محمد كسوق بقبيني ساو رئيسي كان كوبان إعكا قادني
تلفزيون قرن كحروتي سما قرده ستوكهولم وحن قصو جبين ايا فرصدا فرصدا محان كولا هداي عالم كا انترناشنال كوميونيتي يددكين دقل بچوغا يددك غير سومالي لان يددك قدسة چوغا وحن انت ملان نخي سومالي لان مانتا دباتو لوغا بوغو او بربر ايو محان كولا هداي دقالو iya khasaare burburiya nidaamka xukuumadeeda ka jira oo jira ma jiro waxaan leenahay Soomaaliland waa mideysan tahay Soomaaliland waa ummad qura dalka Soomaaliland waa dal nabadgelyadiisu ay sugan tahay siyaasiyan wixii arrina ka wada hadla ay jirana mid isaga uu iskaga filayay sidii ilaahay bilowgii sii aan idin leenahay Soomaaliland wax dhibaato ma haysto ku baaqda ma jirto arrimaha diin nidaamkeedana waxaan mar walba lagu soo gaaminayaa wada tashi iyo maxaa ku dhahday sukanaashin iyo xaaladeeda oo maxaa ku dhahday si fiican la soo maldigo marba wixii soo dhexmara aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadeer halkaa waxay noogu dhamaaday wareysigii koobnaa ee aan ka qaaday Mujaahid Maxamed Kaahin oo ah gudoomiye ku xigeenka koowaad xisbiga qarameedka kulmiye kana mid ah madaxda sarsare ee qaranka Soomaaliland siiba xisbiga qarameedka haddan talada wadanka haya ee kulmiye Maxamed aad baan kuugu mahadcelinaynaa in aad wareysigan kooban aad nasiisay Thank you.